كيفاش الريفز في فترة المراجعة باش نوصل للباك حاضر باش نعدي. على سلامتكم، مرحبا بكم على البلاتفورم اللي سينا. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على فترة المراجعة، مراجعة آخر العام، فترة الريفيزيون، واللي هي فترة مهمة برشا برشا، دونك يلزمنا نعتنيو بها كيما يلزم. دونك أنا باش نعمل أي حاجة لابد نخطط لها، يعني أي حاجة يقع التخطيط لها معناها التخطيط اللي ياخذ وقت معناها باهي نوصل بالطبيعة النتيجة باهي. نجم ننجح من غير تخطيط، لكن بالتخطيط ننجح أحسن، النجاح يكون أحسن. إيش معناه الكلام هذا؟ يعني قلنا توا باش تبدأ فترة الريفيزيون، يعني في الأيام هذه باش تبدأ فترة الريفيزيون، يعني كل تلميذ ماذا به من الليلة يعمل برنامج، أكل برنامج يحط فيه شنو باش يقرأ طيلة هالأيام هذه الكل، أيام المراجعة الكل. يعني مثلا نقول أنا ناخذ سكسيون مات، مثلا الصباح عندي مات، من بعد تالي باش نعمل فيزيك، من بعد تالي باش نعمل لي ماتير معناها الآخرين. دونك وهنا في البرمجة تاخذ بعين الاعتبار معناها لي سيونس نتاع ليتود. دونك لي سيونس نتاع ليتود نوصيو أنهم ما ياخذولكش النهار كامل، يعني حاول معناها أقصى جهدك أنه يكونوا سيونس ولا دو سيونس معناها بار جور، في النهار عندك سيونس وإلا اثنين، دونك باش تخلي روحك بيان سور الوقت للمراجعة، وباش أنت تصلح إذا كان عندك معناها دي لاكون ولا عندك أخطاء، باش تلقى الوقت كيفاش تصلح. دونك ما يجيش أنك أنت مثلا تخلي أوقاتك الكل لليتود، وبعد تروح في آخر النهار راسك يوجع، وما تعرفش كيفاش باش تقرأ، وما عندكش الوقت باش تقرأ، وترقد وتقوم من غدوة وتعاود نفس الشيء. هذيك ما تسميش مراجعة. المراجعة أنك أنت لازم معناها تقعد وتصلح الأخطاء متاعك، معناها بإعادتك التمارين، معناها تعاودك الإزيكزرسيس، وما تعاودش تغلط في نفس الغلطة. دونك ولهنا بالطبيعة يعني نجي أنا مثلا في الصباح، مثلا نقول سيكسيون مات، نجي في الصباح نحضر المات، ولا سيكسيون سيونس نحضر سيونس، ولا سيكسيون تكنيك نحضر التكنيك، والعشية بيان سور نحضر الماتير برينسيبال الأخرى، وفي الليل كان نحب نعمل طلع على لي ماتير الأخرين. ورد بالك معناها جي تقول تو نخليهم لك النهارين، لكن النهارين ما يعملوا حتى شيء، ولي ماتير الكل مهمين، يعني في الباك لي ماتير الكل مهمين، والكلهم بالطبيعة يساهموا في أنك أنت تحصل على معدل بيه. دونك هنا اللي ناكد عليه انه انت مثلا نحن على البلاتفورم باش نحطوا بيان سور دي سيونس دو ريفيزيون. لي سيونس دو ريفيزيون هذوما فيهم بي دي اف. البي دي اف اش فيه؟ فيه بيان سور دي زيكزرسيس باش يتبعوا التلميذ حسب البروغرام، يعني مثلا في الشيمي من السينيتيك شيميك حتى للبيلا، وبالنسبه للفيزيك يعني من الكوندنساتور حتى للرياكسيون نوكليير. دونك وثم بيان سور اوفر عملته البلاتفورم اللي سينا اوفر يعمل كيف. دونك هنا انت في لي زيكزرسيس حاول تتبع معناها لي شابيتر نتاعك من اول العام بشويه بشويه. مش معنى انك تراجع راك باش تقرا، لا، تراجع انك انت تعمل اكزرسيس اثنين كان طارت ثلاثه، تثبت شنو الحاجات اللي ناقصتك. دونك مش باش تخدم 50 اكزرسيس، هذاك في وسط العام، في وسط العام قدر ما تخدم به. توا لا، توا باش تركز، وانك معناها الفتره الزمنيه تقريبا حكايه 17 يوم هذيك توزعها. علاش نقول 17 يوم؟ خاطر مثلا لحد والاثنين والثلاثه ماذا بيك معناها ترتاح، بيان سور نحكيو فيها، ماذا بيك ترتاح من لي ماتير برينسيبال وتخلي مخك يرتاح. وكيف كيف يعني توا ما نجيش توا زاد كيف كيف باش نبدا نسهر برشا 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 ونوصل تعب. وردوا بالكم يعني هنا معناها انا كيف نبدا نحضر برشا برشا كوم كوا انا ما خلطتش وكذا وكل الكلام هذاك، انا نقول لك انا توا كان مش نراجع الباك مانيش باش نخلط. يعني كلمه نخلط عندنا راهي صعيبه ياسر، ما ينجمش واحد باش يخلط يجي مثلا يقول لك انا توا راني كملت كل شيء وراني محضر كل شيء، راهو صعيب ياسر. دونك انت باش تعمل مجهودك انك تغطي البرنامج كامل. دونك ومن بعد تالي معناها المهم المعلومات اللي باش تحصل عليها ورد بالك توصل بها وانت تعب، وانت مثلا عندك برشا نوم، وانت معناها هذاك الكل ينقصك من التركيز نتاعك. يعني وقت اللي باش تبدا تعدي الباك ينقصك من التركيز نتاعك. اخدم على روحك، اخدم منظم، حط معناها برنامج مخطط للسيونس اللي باش تعملهم، سواء كان ايتود والا انت اللي باش تحضر. ننصحك برشا برشا انك تحاول ليتود سيونس والا اثنين في النهار. دونك والبقيه انت باش تقعد مع روحك وتثبت امورك. وكيف كيف معناها لهنا
كيف نوصلوا للفترة متاع قبل الباك بشوية، يعني لحد الاثنين ثلاثة لا وقتها أخرج وتفرهد وشم شم برشا هواء ورتح مخك ويزم المات والفيزيك. أنا خدمت عام كامل المات والفيزيك، قص عليهم جملة واحدة، حذر لماتيار الاخرين حضرهم بالباهي، وان كان يعني حتى في الايامات هذه يلزمك تحضرهم. دونك كلماتير هذوك حضرهم بالباهي، ولكن اهم حاجه اهم حاجه انك توصل وانت مخك مرتاح ومخك متفرهد. راهو بمجموعه من المعلومات وانت مخك مرتاح تنجم تعمل برشا حاجات باهيه، نجم تعمل معناها نجاح باهي. اما لا قدر الله برشا معلومات وسهر وتعب وكذا وتوصل بمخ تعب، راهو لا قدر الله راك في وسط الدوفوار يولي راسك يوجع فيك برشا وتولي ما عادش مركز، والحاجه اللي انت تعرفها تخزر لها وتعرف روحك انك تنجم تقدها وما تنجمش تقدها على خاطر المخ تعب. دونك ننصحكم برشا برشا برشا، خاصه كي تقرب الباك حاولوا ترتاحوا حاولوا تتفرهدوا الفتره هذه. بيان سور يلزم المتوى يلزم مراجعه بجديه كما قلت لكم، وانت ايش تنجم تعمل، شوف انت روحك ايش تنجم تعمل. مش معناها انك انت تويك تشد شابيتر تقعد فيه مثلا تعمل لا لا ان اكزرسيس دو اكزرسيس ريت روحك فهمه بالباهي سي با لا بين، تعدل اللي بعده تعدل اللي بعده عندك كان ما تعمل. دونك كيف كيف معناها احنا وكل عائله معناها لسينا نتمنى لكم النجاح البار، نتمنى لكم انكم تعملوا حاجه باهيه، وان شاء الله دونك مع لسينا دائما متفوقين ومتميزين، وربي ينجحكم وربي يوفقكم.